اخيرا قبل ما نختم فقرتنا، مارتن يول قعد ولا ماشي؟ والله الايام الجايه هي يعني على حسب نتائج كاس مصر ونتائج دوري ابطال افريقيا. وعايز اقول لك يعني الكلام على الاثنين، على مارتن يول في النادي الاهلي وعلى كابتن محمد حلمي في نادي الزمالك، الاثنين ماشيين في بطولتين. كاس مصر طبعا على الابواب خلاص، يعني هتقام المباراه النهائيه يمكن يوم 8 اغسطس، يعني بنتكلم خلال اسبوعين. اعتقد يعني اللي هيفوز بيهم في بكاس مصر هيكمل الموسم الجاي، واللي هيخسر غالبا هيرحل، لان هتكون ازمه انك تخسر بطوله. لو مارتن يول خسر، هو طبعا غالبا الاهلي خارج بطوله افريقيا، فهيكون خرج من بطولتين في فتره قليله جدا. لو كابتن محمد حلمي خسر الكاس، هيكون الزمالك خسر دوري وكاس لصالح الاهلي، في الحاله دي برضه هيرحل. فانا اعتقد بطوله كاس مصر هي الفيصل ما بين بقاء واحد من الاثنين مدربين دول. على العموم شرفتنا ونورتنا ناقدنا الرياضي الجميل الاستاذ خالد طلعت، ونلقاك كده على خير دائما ان شاء الله في بيت الرياضه على خير. متشكر كابتن خالد، سعيد بوجودي معاك النهارده، واتمنى لك طبعا التوفيق في انتخابات اتحاد الكره باذن الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل وتقرير